السلام عليكم، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين، والتي نتساءل من خلالها ما أبرز التداعيات السياسية لتطورات المقاومة شمال الضفة الغربية المحتلة. لماذا تتمركز الظاهرة في الشمال؟ ما أسبابها ودوافعها؟ ما أبرز الأبعاد السياسية لهذه الظاهرة؟ وكيف يستشرف المراقبون والمتابعون مستقبلها؟ كما نتساءل في هذه الحلقة، ماذا تشكل جماعات الهيكل أو المعبد داخل الكيان الصهيوني؟ كيف تعد تلك الجماعات من أدوات الاحتلال وأذرعه وتعمل مع مؤسساته يدا بيد؟ في زهرة المدائن نأخذكم في فيديو اليوم إلى قطف ثمار الزيتون في واد الربابة بالقدس المحتلة، كما تتابعون معنا في ذاكرة فلسطين سيرة محمد أبو هدوان الفدائي المطارد الأسير والشهيد بإذن الله، فتفضلوا بالبقاء معنا. إلا الجبل والواد والسهل والتلي والنهمة الأمجاد والوعرة والخلي، موت وتحيا البلاد هم من جبل ما يعلوا الجدار بالضفة الغربية، من هدوا بالإصرار وبحب الحرية، من انتفاضة الحجار وبثورة شعبية، وبنحكي الانتصار لأسرانا الأبطال. قولوا الله يرجع، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين. المواجهات في الضفة الغربية باتت تقلق الاحتلال وتمثل قضية ملحة بالنسبة له، والتي تقوم بسلسلة من الإجراءات لإحكام القبضة على المنطقة هناك، والتي وصفها تقرير سابق لمعهد الأمن القومي بأنها تهديد خطير لأمن إسرائيل. المخاوف الإسرائيلية بشأن احتمال تفجر الأوضاع في الضفة الغربية ونشوب انتفاضة جديدة تظهر جلية في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وتقارير إعلام الاحتلال. تقرير معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي لعام 2022 ذكر أن أحد أبرز التهديدات التي تواجه الاحتلال هي الجبهة الداخلية في فلسطين المحتلة. بل جاء في التقرير أن الساحة الفلسطينية تشكل تحديا خطرا أمام إسرائيل، وأن الوضع الأمني في الضفة الغربية يغلي، لكن إسرائيل تحاول السيطرة عليه عبر أنشطة مكثفة لقواتها بالتنسيق في بعض الأحيان والمناطق مع أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية. هذا الموضوع، التداعيات السياسية لتطورات المقاومة شمال الضفة الغربية المحتلة وهي مدينة القدس أيضا، هو موضوع نقاشنا في حلقة هذا الأسبوع مع ضيفنا الكريم الأستاذ عصمت منصور الباحث في الشأن الفلسطيني والصهيوني عبر سكايب. مرحبا بك معنا سيد عصمت. مساء الخير. مساء الخير وتحياتنا لكم ولمتابعيكم الأعزاء ولأهلنا المحاصرين في نابلس والقدس. حياكم الله أستاذ عصمت، مرحبا بك معنا، وأرحب كذلك عبر الخط الهاتفي بالدكتور ماجد الزبدة الكاتب والباحث السياسي من قطاع غزة. مرحبا بك معنا دكتور ماجد. حياكم الله أخي الحبيب دكتور يونس، حياكم الله. حياك الله دكتور. أرجو أن تتفضل أنت ودكتور عصمت بالبقاء معنا إلى حين مشاهدة التقرير، ثم نعود للنقاش بحول الله. الغربية تحولات فكرية وعقائدية ملموسة أثرت كما وكيفا على تمدد السلسلة الكفاحية
وقد كرست معركة سيف القدس عام 2021 هذه التحولات وصولا للمشاهد التي تتصدرها منطقة جنين الآن، ولا سيما في مخيمها، فقد شهدت ساحة الضفة الغربية عددا من الأعمال النوعية سواء بدافع ذاتي خالص أم بدافع الانتماء التنظيمي، لكن يمكن وصم ما يجري بسمتين أساسيتين: كثافة العمل النوعي في وقت قياسي وتطور نمط العمل المنظم المنتسب للتنظيمات الفلسطينية. هناك عدة عوامل تلعب دور في تركز هذه العمليات والمقاومة بشكل عام في الشمال. أولا منطقة جنين خلينا نسميها المحررة، حيث لا يوجد كم من المستوطنات، وبالتالي هناك حاضنة دفعت إلى وجود هذه الفئة المقاومة. أيضا نابلس لأنها تحتوي على عديد من المستوطنات، وهي تعتبر أخطر المستوطنات، وبالتالي أوجدت بيئة لظهور المقاومة. قبضة العدو الغليظة وسرعة الاستيطان المسعورة في الضفة والاعتداءات على المواطنين بشكل يومي على الحواجز والاعتقالات في كل ليلة وغيرها من آلات البطش الصهيونية دفعت بآلاف المسلحين للتحرك جماعات وفرادة لوقف زحف تغول العدو ضد الضفة وأهلها وقطع مخططات الاحتلال لمصادرة ما تبقى من أراضي الضفة المحتلة ووقف مشروع التهويد للقدس وأحيائها وكذلك بلطجة قطعان المستوطنين على المقدسيين. فكانت عمليات الشباب نوعية وأكثر تأثيرا وإرباكا لدى قوة الاحتلال. لا شك أن المقاومة الفلسطينية هي كموج البحر، يعني في مد وفي جزر في كل مرحلة وفي كل حين. الشعب الفلسطيني هو منذ 75 عام يحارب الصهاينة وقبلها الانتداب البريطاني. الشعب الفلسطيني لم يلقي السلاح يوما من الأيام، ولكن هذه الثورات وهذا الاستنزاف الطويل يجعل الثورة الفلسطينية يعني كما ذكرت كمواج البحر، جد جزر ومد، وفي كل فترة وفي كل حين يستطيع الشعب الفلسطيني أن يستجمع قواه ويخرج بانتفاضة ويخرج بثورة يعني قوية جدا توقع الآلاف الإصابات في صفوف المحتل وترهق هذا المحتل. يقول مراقبون سياسيون عن الحالة الأمنية والنفسية لدى كيان العدو أنها هشة وفي أضعف حالاتها نظرا لكونه جيش منظم غير مدرب على حرب الشوارع التي بدأت تنتشر مظاهرها في الضفة والقدس على الحواجز والحدود ونقاط المراقبة الصهيونية، وعملية شعفاط التي أوقعت مجندة قتيلة وآخر جريح ولا يزال المنفذ طليقا تمثل صفعة على وجه الاحتلال، في إشارة إلى أن تلك العمليات ستستمر وتتصاعد وتيرتها إذا ما صاعدت قبضة العدو من غلظتها ضد محافظات الضفة المحتلة وتحديدا مخيم جنين ومدينة نابلس المتزامن مع حملات الاقتحامات للمسجد الأقصى لفرض التقسيم الزمني والمكاني عليه. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، مرحبا بضيفي الكريمين السيد عصمت منصور وسيد ماجد الزبدة من قطاع غزة. أبدأ معك سيد عصمت، صحيح أننا سنتحدث عن التداعيات السياسية لهذه التطورات، لكن قبل ذلك يهمنا جدا أن نناقش البعد الميداني العملياتي في هذه التطورات التي حصلت، بمعنى كما قال التقرير هناك كثافة في العمل نوعا ما، وهناك أيضا تطور في العمل المنظم عكس ما كان في الشهور والسنوات الماضية عندما كنا نتحدث عن عمليات فردية هنا أو هناك. كيف رصدت هذا التطور خلال الأيام والأسابيع الماضية؟ مرة أخرى تحياتي لكم. يعني بالفعل يلحظ أنه يعني من يتبع الأحداث أن المظاهر العمل بدأت تأخذ طابع أكثر تنظيما، واضح أن الميدان يعني يخلق إبداعه وقدرته على ابتكار أساليب عمل عابرة للتنظيمات، عابرة لكل التقسيمات التي كانت سائدة. يجمع هذا الشكل بين العمل الفردي أو الحافز والدافع والرغبة الفردية وبين العمل المنظم الذي لا يستند إلى تنظيم حديدي وهرمية واضحة، بل شكل يعني يستجيب لحاجات الميدان، لأن هذه مجموعات فعلا لازالت محلية وصغيرة وعمرها الزمني وتجربتها بسيطة، ولكن شكل التطور سريع فعلا، وهذا يلحظه حتى الاحتلال وبات يخشاها، لأنه هذه المجموعات وخاصة عرين الأسود يعني لم تتنظم فقط ولم تكتفي بالدفاع والتصدي لاقتحامات قبر يوسف أو اعتداءات المستوطنين، بل بدأت تبادر إلى عمليات، وهذه العمليات نجحت في إيقاع قتلى لدى
جيش الاحتلال وإيقاع إصابات أيضا لدى المستوطنين في ذروة استنفارهم وعربدتهم على شعبنا في طرقات المؤدية إلى نابلس. لذلك يعني هذا يجعلنا نفترض أنه هذا يشكل قلق وتحدي أمني كبير للاحتلال. هي من حيث بنيتها صعبة على يعني صعبة اختراقها أو صعبة تتبعها، لأنه هي بشكل أو بآخر تعمل بشكل فردي، ولكن من حيث عملها هي تعمل بشكل جماعي ومنظم وتجمع بين الأسلوبين. أعتقد أنه يعني لازمنا نبكر دراستها بشكل كامل، ولكن هذه ملاحظات أولية. الاحتلال يعني يكرر اسم عرين الأسود أو جوفها أريود كما يذكر عليه في العبري بشكل أصبح يعني شبه يومي وفي كل نشرات الأخبار ولدى كل المحللين، وهذا يعني يجعلهم يعني يفترضون أنه هذه الظاهرة ليس فقط لها بعد عسكري أمني متعلق بعملياتها، بل أيضا أصبحت تجرف معها الرأي العام الفلسطيني الذي يتعاطف معها وعبر شبكات التواصل يستجيب لنداءاتها. وسبق أن دعت مثلا إلى إشعال إطارات في نابلس، كل نابلس استجابت في الساعة التي حددتها هذه المجموعة. اليوم دعت إلى إضراب في نابلس وفي الضفة، كان هناك في كل نقاط الاحتكاك تقريبا مواجهات. يعني واضح أنه هي شيئا فشيئا تأخذ دور قيادي وموجه لنضال الشعب الفلسطيني، وهذا يعني يقلق الاحتلال، لأنه توسع بهذا الشكل، هذا الالتفاف الكبير حولها عوامل فعلا تجعلها عامل حاسم. وهذا يعكس شكرا لك، أرجو أن تبقى معي. يعكس أستاذ ماجد إلى حد كبير جاهزية خلينا نقول الحاضنة الشعبية لهذه المقاومة، وجاهزية أيضا بعض المقاومين بما لديهم من إمكانيات بسيطة ومتواضعة، وأن الحالة التي عمل عليها الاحتلال طيلة السنوات الماضية لم تنجح حقيقة في القضاء تماما على روح المقاومة وعلى بعض أدواتها في الضفة الغربية المحتلة. مرة جديدة، كيف يمكن التعليق على مجريات الأحداث حتى هذه اللحظة، خاصة في ضوء التطورات اليومية كما تفضل الأستاذ عصمت معنا، سواء في من ناحية العمليات أو من ناحية بعض الأعمال الشعبية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي يعني دكتور يونس بداية أن أترحم على روح الشهيد الشاب أسامة عدوي الذي قتله الاحتلال في الخليل جنوب الضفة قبل ساعات قليلة، ليرتفع عدد الشهداء الذين قتلهم الاحتلال إلى أكثر من 17 مواطنا فلسطينيا وإصابة المئات. شعبنا الفلسطيني في الضفة هو يدافع عن نفسه بداية ابتداء، وهو يحاول صد هجمات جيش الاحتلال من جهة والمستوطنين من جهة أخرى، ثم هو يحاول أن يدافع عن المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال اليوم عشية الانتخابات، انتخابات الكنيست التي ربما يعني لم يتبقى عليها سوى أسابيع قليلة، شهدنا موجة تهويدية كبيرة من الاحتلال في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني ومحاولات يعني إقامة بعض الشعائر التلمودية مثل نسخ الأبواق أو لبس الملابس البيضاء التوبة وإقامة الصلوات وغيرها في باحات المسجد الأقصى. وهذه جميعها إضافة إلى اقتحامات جيش الاحتلال وتصعيد عدوانه ضد أهلنا في الضفة وآخرها قتل شاب قبل ساعات قليلة، هذه جميعها يعني استنفرت شعبنا الفلسطيني للدفاع عن نفسه في مواجهة جيش الاحتلال المدجج بالسلاح والمستوطنين الذين يرتكبون جرائم يومية ضد أبناء شعبنا في الضفة. الحالة التي نشهدها اليوم في نابلس، حالة عرين الأسود، هي امتداد طبيعي لحالة كتيبة جنين. نحن نتحدث عن شبان ثوار فلسطينيون حملوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني، وهذه المهمة هي المهمة التي فشلت فيها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، لدرجة أن رئيس السلطة محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة طالب المجتمع الدولي بالحماية وتوفير الحماية، وهي دلالة تؤكد عجز السلطة الفلسطينية وأجهزتها عن الدفاع عن أبناء شعبنا. هذا الأمر في ظل تصاعد عدوان الاحتلال دفع هؤلاء الشباب في جنين أولا، واليوم امتدت الحالة إلى نابلس ومن ثم إلى شعفاط في القدس، وهي تتمدد مع كل ساعة وكل يوم. هذه الحالة إنما تأتي دفاع شعبي فلسطيني عن
في مواجهة الاحتلال وعدوان الاحتلال وعن المواطنين العزل، هذه من جهة. من جهة أخرى نحن نتحدث عن حالة تطورت وتصاعدت خلال الأسابيع والأشهر الماضية بشكل كبير وشكل ملحوظ. ربما كان هنالك حالة إلهام كبيرة استنبطها هؤلاء الشبان في جنين. للأسف انقطع الاتصال بالدكتور ماجد، سنعود إليه بعد قليل. أستاذ عصمت، المختلف فيما يجري الآن هو أنها ليست مجرد أحداث طارئة أو عابرة، بقدر ما هي على ما يبدو عملية تراكمية لأعمال فردية سابقة أخذت بعض التشكيلات على ما يبدو أو بعض الأفراد أو بعض المقاومين زمام المبادرة الآن مع وجود حاضنة شعبية أخرى. أنا أريد أن أستعجل قليلا وأسأل عن مستقبل هذه الظاهرة في ضوء كل المعطيات السابقة والانتفاضات السابقة والهبات التي جرت والمعطيات الموجودة بين أيدينا الآن. هل تعتقد بأنها قادرة على التمدد والتوسع والاستمرار أم أنها قد تخبو قليلا خلال الأيام القادمة؟ يعني هي لديها كل العوامل الكامنة التي تجعلها قادرة على أن تستمر. هذه الظاهرة أولا هي تأتي في ظل فراغ، يعني فراغ كبير تركته السلطة الفلسطينية في التصدي لهموم شعبنا والدفاع عنه في وجه الاحتلال، وأيضا إعطاء مظلة سياسية موحدة يعني تستثمر في مقاومة شعبنا وتحارب هذا الاحتلال بإمكانيات شعبنا الكبيرة حقيقة فيما لو وجدت هذه الإرادة. وأيضا هي تأتي في ظل حتى التراجع للفصائل ودورها الوطني وحضورها في الشارع وثقة الناس بها، لذلك هي يعني تسد فراغ قائم. الآن هي ليست بعيدة عن هذه الظاهرة عن الفصائل، هي تجمع كل الفصائل معا أو أطراف من الفصائل، والفصائل بشكل أو بآخر لها صلة معها، ولكن تكوينها هو يعني شيء جديد علينا كفلسطينيين. لذلك أنا أقول هي لديها إمكانية، ولكن هذا مرهون بكيف ستطور الأمور. يعني أنا أفترض إذا جرت مصالحة وطنية، وهذا أستبعد رغم أخبار الجزائر والحديث عن التوصل إلى نوع من الورقة التفاهمات أو الاتفاق، إذا حصلت مصالحة وكان هناك يعني مظلة سياسية ونضال وطني وقيادة جماعية، أعتقد أنها ستذوب هذه الظاهرة في هذا الجسم الأكبر وسترفد بطاقات شابة وخبرات وقيادات ميدانية أصبح لها حضور في الميدان. ولكن إذا بقيت لحالها لوحدها عندها ربما تواجه مشكلة. الاحتلال يراهن أنه يستطيع حصارها ومنع انتشارها بشكل كبير خارج نطاق نابلس والشمال. ولاحظ أنه يعني ليس فقط يفرض حصار، هو يعتمد بشكل كبير على جمع أكبر قدر من المعلومات واستهداف قادتها أو المؤثرين فيها أو من لهم يعني دور في تنفيذ عمليات بالاغتيال أو التصفية أو الاعتقال. حتى الآن الاحتلال يعجز بوسائله الأمنية واعتماده على القوة فقط في إنهاء هذه الظاهرة، بل على العكس كما قلنا في البداية هي تنتشر وأصبحت تحتل يعني وجدان كل الفلسطينيين، واسمها أصبح يعني علامة اعتزاز وسند لكل فلسطيني. أستاذ ماجد، معنا من غزة أيضا القدس كان لها بصمتها الخاصة في ما يجري الآن وتلك العملية التي جرت، يعني تحتوي على يعني كم كبير من الجرأة والشجاعة في التنفيذ، وأيضا قدرة المنفذ على الاختفاء حتى اللحظة هو أمر أيضا معقد جدا، جعل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتخبط في محاولة الوصول إليه. كيف راقبتم هذه العملية تحديدا؟ أستاذ ماجد، يبدو أن صوتي لا يصل السيد ماجد. طيب أرجو الاتصال به مرة أخرى. إذن القدس ودخولها على خط المواجهة خاصة في ما يسمى بموسم الأعياد أستاذ عصمت هو أمر غاية في الأهمية، لأن تقريبا هي القضية المحركة الأساسية لما يجري الآن في الضفة الغربية. صحيح صحيح تماما. يعني القدس كانت عنوان المواجهة السابقة التي يعني أطلق عليها اسم سيف القدس، والاستفزازات الإسرائيلية لم تتوقف منذ ذلك الحين، بل على العكس زادت بحدة أكبر وبشكل استفزازي أكثر.
والآن تأتي هذه العملية اللي فعلا هي بجرأتها وجسارة منفذها أذهلت العالم، تأتي لتشكل صفعة لكل الجهود التي تريد من خلالها دولة الاحتلال أن تحصر المقاومة في منطقة جغرافية واحدة. وهذا أدى إلى حصار مخيم شعفاط وعناتة، وبالتالي شهدنا نوع من العصيان، عصيان مدني شامل، إضراب في كل القدس ليس فقط في شعفاط وعناتة، العيسوية، الشيخ جراح، كل الأحياء في القدس ومحيطها عاشت اليوم حالة نضالية ووطنية وروح تضامن عالية جدا. أعتقد أنه هذا يذهل الاحتلال، يصيبه بالإرباك، يعني في الوقت الذي يريد أن يحصل الظاهرة هي تمتد. وحساسية القدس وموضوع القدس يعني يثير دائما إمكانية تفجر الأوضاع ولو على شكل موجات ومواجهات. وأنا أذكر أنه دائما يعني كان أبناء القدس يفاجئون الجميع، يعني حتى يفاجئون شعبنا بهباتهم ووقفاتهم كما حدث عند البوابات وفي أيضا الشيخ جراح وفي باب العمود وفي كل المرات التي يستشعرون فيها خطر على المدينة أو على الأقصى. لذلك يعني نحن يعني نتطلع إلى الدورة التي تكون به القدس، والاحتلال يرتبك كل مرة من جديد ويكتشف أنه ويعني يقرب النار من البنزين ويقرب لحظة الاشتعال. نعم أستاذ ماجد، نبقى في القدس ونتساءل عن ما يجري هناك وكيف يمكن أن تستغل أو تستثمر الاعتداءات الصهيونية المتكررة على المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي، تقريبا أكثر من 1500 مقتحم، وهناك حالة من التبجح لبعض النواب الصهاينة داخل الأقصى والقول بأن هذا الأقصى لنا وما إلى ذلك. كيف يمكن أن يكون وقودا لهذا العمل المتواصل للمقاومة الفلسطينية، وفي نفس الوقت كيف يمكن استثماره لاستمرارية هذا العمل؟ نعم، السؤال لي دكتور يونس. نعم تفضل. نعم نعم نعم، يعني آسف على انقطاع الخط الهاتفي. أخي الكريم، الحالة التي تشهدها القدس خلال الساعات والأيام الماضية، أنا هنا أتحدث عن حالة الإلهام التي مثلتها ربما بعض العمليات في القدس المحتلة، سيما عملية شعفاط وما تبعها من حالة تكاثف جماهيري في القدس. نحن نتحدث عن حالة إضراب وعصيان مدني ربما تكون غير مسبوقه خلال السنوات الاخيره. وانا اتحدث هنا ايضا، هنالك عمليات اطلاق نار في صور باهر في القدس خلال الساعات الاخيره ضد جيش الاحتلال، ما يعني ان هنالك حاله استنهاض مقدسيه كبيره للدفاع عن المسجد الاقصى والقدس بالعموم. من الواضح ان في الاسابيع القليله المقبله، نحن نتحدث عن انتخابات كنيسه الاحتلال في مطلع نوفمبر، بمعنى ان الاسبوعين او الثلاثه المقبلات من الواضح انها ستشهد تكثيف من قبل الاحزاب الصهيونيه لاقتحامات المسجد الاقصى في اطار استثمارها لحصد اصوات يمينيه اكبر خلال الانتخابات. وبالتالي الاقتحامات، تصاعد الاقتحامات في المسجد الاقصى ومحاوله تهويده وفرض التقسيم الزماني والمكاني بالتاكيد سيدفع المقدسيين ايضا الى استنهاض اكثر في مواجهه الاحتلال. الحاله التي تشهدها اليوم القدس هي تنسجم مع الحالة التي تعيشها شمال الضفة المحتلة، حالة دفاع عن النفس، حالة تقف في مواجهة عدوان الاحتلال. نحن نعلم أن الاحتلال صعد من عدوانه على حواجز الموت وكذلك من خلال اقتحامات وعدوانه على المقدسيين وعلى أهلنا في الضفة، اعتقالات على مدار الساعة، وهذه بحد ذاتها تمثل يعني حالة استنهاض لشعبنا الفلسطيني للدفاع عن نفسه. لذلك أنا أتوقع أن الأسابيع المقبلة ربما تشهد المزيد من حالات الصدام مع الاحتلال، وتشهد مزيد من حالات التكاتف الشعبي الذي شهدناه اليوم في الضفة والقدس من حالة إضراب عام تضامنا مع شعفاط أهلنا المقتلين في شعفاط واستجابة لنداء يعني مجموعات عرين الأسود في نابلس. وبالتالي من المتوقع أن الأسابيع المقبلة ستشهد مزيد من هذه المواجهات. نعم، لكن لا يخفى عليك وهذه نقطة في غاية الأهمية، أن كل ما تفضلت به من يعني إمكانية مواصلة هذا الحراك مرتبط بقرار سياسي، سواء قرار سياسي للسلطة الفلسطينية بتخفيف قبضتها الأمنية، التنسيق الأمني،
أو قرار سياسي بالعودة للمقاومة بشكل أو بآخر، وكذلك الموضوع السماح لفصائل المقاومة الفلسطينية بالعمل في بيئة آمنة يتمكنون من خلالها بالتحرك والعمل بشكل جيد. هل تعتقد بأن هذا القرار السياسي متوفر الآن، أم أن المسألة قد تكون مجرد هبة وتنتهي بعد أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه؟ اولا انا اتفق مع الراي القائل بان اطلاق انتفاضه شامله شعبيه شامله يتطلب وحده فلسطينيه ودفع ومشاركه من قبل حركه فتح والسلطه الفلسطينيه في هذه الانتفاضه. هذه نقطه. لذلك ما تعيشه حاله الضفه اليوم هو مبادره للدفاع عن النفس واخذ زمام الامور مما عجزت عنه السلطه الفلسطينيه واجهزتها الامنيه. للاسف الشديد ان السلطه الفلسطينيه اليوم ليست في موقع يعني تحسد عليه، فهي من جهة تخشى أن تساند أبناء شعبنا الفلسطيني والحاضنة الشعبية الداعمة للمقاومة، فبالتالي تخسر الكثير من مما يقدمه الاحتلال لها، أو في المقابل هي تخشى أيضا أن تساند الاحتلال كما حدث في نابلس واعتقلت المطاردة رقم واحد للاحتلال، فبالتالي انتفضت يعني نابلس بمجملها ضد السلطة الفلسطينية. فالسلطة الفلسطينية اليوم هي في موقف لا تحسد عليه، لكن الحالة التي تداعى لها الشباب الثوار اليوم في نابلس وجنين هي لا تمثل فصيل بعينه، نحن نتحدث عن شباب لا ينتمون إلى فصيل بعينه، وبالتالي نحن نتحدث عن مبادرة شارك فيها شباب ثوار من كافة الأسر والفصائل الفلسطينية المقاومة، وشارك فيها عدد من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين باتوا يرون أن التنسيق الأمني مع الاحتلال يدمر القضية الفلسطينية ولا يقدم شيء للشعب الفلسطيني. لذلك أنا أقول صحيح أن الانتفاضة تتطلب قرار سياسي، لكن هذا لا ينفي أن الحالة اليوم في الضفة المحتلة والقدس هي حالة ثورة يبدو أنها كذلك. نعم. ربما تصل إلى حالة انتفاضة في المستقبل. نعم. وفي هذا المحور تحديدا أستاذ أصمت، في أقل من دقيقتين لو سمحت، أنه إمكانية أن تتجاوز هذه الحالة والهبة الشعبية كل الخطوط الحمراء التي رسمت للشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية، هل هذا متاح؟ نعم، أنا أعتقد أنه وارد وممكن جدا. لاحظ أن كل العوام التي تدفع نحو الانفجار موجودة على الأرض، هناك تصعيد إسرائيلي يومي، قتل للأطفال وإعدامات ميدانية، هناك انسداد الأفق السياسي، هناك انتهاك لحرمة وقدسية الأقصى، وهناك اعتداءات على الأسرى، وهناك غياب كامل وضعف للسلطة وإفلاس سياسي، يعني كلها عوامل تدفع نحو الانفجار، ولا يوجد لدى الطرف الإسرائيلي، لدى العدو الإسرائيلي أي قابلية للتعاطي مع مطالب الشعب الفلسطيني، حتى لو بحدها لأدنى، حتى لو مجرد الحديث كما يعني يحاول الأمريكان أن يفعلوا، يعني مجرد تحدثوا على العملية السياسية. لذلك أنا أعتقد أن كل هذه العوامل تدفع نحو يعني تنامي هذه الظاهرة، لأنه لا يوجد ما يمكن أن يقدم في مواجهتها. الاحتلال لن يتراجع، الانتخابات تضغط عليه وتدفع إلى مزيد من المزايدات، والتطرف يزداد لديه ويتنصل بشكل كلي من أي عملية سياسية. لذلك ميدانيا سياسيا داخليا فلسطينيا كلها عوامل تدفع باتجاه الانفجار. أشكرك جزيلا أستاذ أصمت منصور الباحث في الشأن الصهيوني، والشكر موصول للدكتور ماجد الزبدة الكاتب والباحث السياسي من غزة. ألتقيكم بعد فاصل قصير في المحور الثاني المتعلق بالقدس المحتلة وجماعات الهيكل المزعوم، أدوارها ومخاطرها، فابقوا معنا. برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم. اليوم يجب على الشعب العراقي ينتفض انتفاضة كاملة، يرفض كل هالسياسي. عمي ما عندكم سيادة ولا عندكم ولاء، انتوا ناس ذيولة جابتكم الاحتلال. طبعا هناك سخرية وغضب شعبي عراقي واسع على هذا القرار، قرار تسييج الجسور كحل لحد مظاهرة الانتحار. يا أخي العزيز، ماكو وجدان، ماكو ضمير، مو دولة. احنا فقراء على قد حالنا، ونرضى بالفقر ونرضى بالخبز والشاي، بس هم تعلموا مع الورق وعلى الدفاتر وعلى المليارات. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. جماعة المعبد أو الهيكل اليهودية جماعات متطرفة تستند على التلمود والتوراة في أدائها وأدوارها التي تقوم بها جنبا إلى جنب مع حكومة الاحتلال الصهيوني، والتي أتاحت لها في المقابل أن تقتحم بقرارات قضائية بطبيعة الحال منذ عام 2003 وحتى اليوم أن تقتحم المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي منظم، وأن تحاول إيجاد جغرافيا زمانية مكانية وزمانية أيضا لها فيما يتعلق بوجودها فيما يسمى لاحقا أو سمي لاحقا بالتقسيم الزماني والمكاني، بحيث يكون للصهاينة اليهود وقت ومكان معين للعبادة في داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، وللمسلمين أماكن وأوقات أخرى. على كل الأحوال نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور أحمد الصفدي الباحث في الشأن المقدسي من مدينة القدس. مرحبا بك معنا دكتور. تحياتنا لكم جميعا أخي الكريم من هنا من البلدة القديمة وعلى مقربة من المسجد الأقصى المبارك، نرسل لكم أكبر التحيات. حياك الله دكتور. يعني عندما نتحدث عن جماعات الهيكل أو المعبد اليهودية نتكلم عن العدو اللدود للأقصى، وهذه الجماعات التي تحاول اقتحامه يوميا وخاصة في فترة الأعياد والمناسبات، والتي تعتقد أنه من المفترض أن يكون هذا المكان هيكلا لهم، وبناء على ذلك يقومون بالعديد من الطقوس والإجراءات والاعتداءات في محاولة لتعزيز وجودهم اليومي في ذلك المكان المبارك. أخي الكريم، يعني يوما واحد بعد النكسة وبعد حرب 1967 ولغاية الآن والمسجد الأقصى مستهدف، وأنت تعلم أن الاستهداف قديم جديد، حتى وصل الأمر إلى محاولة إحراق المسجد الأقصى وفتح العديد من المجازر، سواء أن الحكومة على رأسها شارون وغيره، وحتى بعض المتطرفين الذين أشعلوا مجازر في المسجد الأقصى المبارك. الاستهداف واحد، ولكن الشيء المميز الآن أن هم المتطرفين نفسهم هم من يقود الحكومة، والحكومة يمينية متطرفة بامتياز، فهم يتنافسون ومتعطشين على حساب الدم الفلسطيني وإشعال الساحات ليس فقط في المسجد الأقصى المبارك، هم فتحوا نزيف الدم النازف في قطاع غزة وساحات جنين ونابلس، والآن مخيم شعفاط أخي الكريم على مقربة من المسجد الأقصى المبارك. إذن هم يفتحوا المعارك والساحات حتى يردوا هذا اليمين المتطرف، وخاصة في هذه الأوقات في ظل حمى ما يسمى أعياد الاحتلال واليهود، وما يسمى أيضا انتخابات المقربة على الانتخابات. الحكومة اليمينية المتطرفة الهشة تريد أن تثبت وجودها في الكرسي ولو على حساب الدم الفلسطيني، لذلك هم من رأس الحكومة هم نفسهم المتطرفين المقتحمين، وهذا تفسير واضح لكل هذه القوى الأمنية التي توفر لهم الحماية باقتحام المسجد وممارسة أعلى درجات الاستفزاز، كما ذكرت حضرتك أخي الكريم، بتشريع قوانين حتى في خلال الأيام أو الأسابيع الماضية، فقد شرعت محكمة الاحتلال التي لا نثق بقراراتها نفخ في البوق ورفع العلم الإسرائيلي والصلوات التلمودية والتوراتية وما يسمى الانبطاح الملحمي، أعلى درجات الاستفزاز ما تحدث هذه الأيام في المسجد الأقصى المبارك، وإتاحة الحيز والمكان للمستوطنين بكل القوة، وفي ذات الوقت انتهاكات مركبة ضد المقدسيين حتى لا يستطيعوا الوصول للمسجد الأقصى المبارك. دكتور أحمد، التصور الموجود لدى هذه الجماعات المتطرفة تصور خطير جدا، تعرف أن يفترضون أن المكان ليس مكان للمسلمين وأن هناك هيكل مزعوم لهم، هذا أولا، وهذا التصور يحاولون أن يكرسوا من خلال إجراءات يومية ووجود شبه يومي، بالإضافة إلى بعض الطقوس التي تفضلت بها. هل نستطيع القول دكتور أحمد، وأنت ابن القدس وابن البلدة القديمة وعلى مقربة من الأقصى، أن محاولات هذه الجماعات المتطرفة للاستفراد بالأقصى وتكريس وجودها في الأقصى نجحت، أم أنها ما زالت تواجه بصمود المقدسيين المرابطين في مسجدهم وفي البلدة القديمة تحديدا؟ أخي الكريم، الشق الأول من السؤال، أولا هذه الإدعاءات والأكاذيب هم نفسهم كذبوها، علماء التاريخ والتراث والآثار حتى الصهاينة يعني كذبوا إدعاءاتهم، وهذه أكذوبة جبل الهيكل وغيرها والهيكل المزعوم وإلى آخره، وخزعبلات وشعوذات يقومون فيها في باب الرحمة
هذه أكذوبة يريدون أن يصدقوها ويسيروا وراءها حتى يغلفوا اقتحام المسجد الأقصى المبارك، لأن أنا أتحدى حتى حائط البراق هم غيروا وبدلوا اسمه بحائط المكة. أتحدى مسلم أو فلسطيني مقدسي واحد يحاول أن يقتحم حائط البراق. لماذا يقومون باقتحام المسجد الأقصى المبارك؟ هنالك مطامع دينية أخي الكريم ومطامع سياسية بحد ذاتها. يعني إذا أنت ذهبت إلى الثورات نفسها وبعض الحقامات لا ينادون باقتحام المسجد الأقصى بل يحرمون ذلك، ولكن هذه الحكومات اليمينية والصهيونية ووعد بلفور ووعد ترامب الحديث وصفقة القرن والعصر ونقل السفارة الأمريكية وتسونامي القوانين الإسرائيلية على رأسها يهودية وعنصرية الدولة، كل ذلك أعطى الضوء الأخضر بشكل أكبر لليمين المتطرف لاقتحام المسجد الأقصى. السؤال هل ينجح ذلك؟ طبعا لا ينجح، لأن المقدسيين متيقظين، المقدسيين خاضوا معارك أشرس من هذه المعركة. وأنا أريد وأود أذكرك وأذكر المشاهدين بمعركة البوابات الإلكترونية عام 2017 حينما انقضت كل الحكومة بكل مؤسساتها على المقدسيين ووضعت المكائد للمسجد الأقصى المبارك باتجاه تكريس البوابات الإلكترونية وغيرها، لم تستطع ذلك فنزعها المقدسيين بوحدتهم الوطنية وبالتفافهم وبمخزون البشري. المعركة بشرية بامتياز، الاحتلال يريد أن يجفف الشرايين والينابيع التي تأتي إلى المسجد الأقصى المبارك، فقد أغلقوا مخيم شعفاط أي قبل أيام وما زال الأمر مستمر، يغلقوا قرية العسوية، يغلقوا البلدات ويمنع الوصول إلى البلدة القديمة وبالتالي يمنع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. إذا كل السياسات تخدمهم، ولكن في ذات الوقت هم يدركوا بأن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لا يمكن إجراء التقسيم الزمني وتغيير. لافت دكتور أحمد، اللافت في الموضوع أيضا أن هذه الجماعات مدعومة من الاحتلال، من حكومات الاحتلال، وهناك حالة كبيرة من التنسيق والعمل المشترك بينها، وهي أيضا مدعومة ماليا من كثير من الأطراف، يعني حتى أنهم يقومون بعرض مكافآت مالية لليهود من أجل استقطابهم وحضورهم لهذا المكان للمسجد الأقصى المبارك واقتحامه بالشكل الذي نراه. أنا كمراقب يعني وكمقدس وابن البلد القديمة ويوميا في المسجد الأقصى المبارك، كلامك صحيح 100%. ليس فقط هم مدعومين، هم الوجه الآخر للحكومة. هم في تشكيلة الحكومة الرئيسية، يعني على رأس من يقتحم بن غفير مثلا، هذا الشخص يتبع ما يسمى كنيسة الاحتلال البرلمان، رؤيته ونظرته لكل ما يفعله بالشيخ جراح أو بالمسجد الأقصى المبارك للوصول إلى السلطة، يعني للوصول للحكومة. الحكومة اليمينية تريد أن ترضي هذا اليمين المتطرف حتى تبقى بالحكومة، وبالتالي تؤمن أصوات انتخابية في ظل أن حكومة هشة متغيرة غير ثابتة وفي تنافس ما بين اليمين واليمين الأكثر تطرفا بين نتنياهو وبين رئيس الحكومة الحالي لفتح شلال الدم، وهذا ما جرى في قطاع غزة، وأيضا في ما جرى في مسيرة الأعلام حينما سيروا مسيرة الأعلام رغم كل المحاذير التي تشعل النار في القدس وفي الضفة الغربية وفي كل الوطن الفلسطيني، ولكن صمموا على ذلك إرضاء المستوطنين. هم بين مطرقة المستوطنين وسنديان السياسة، ولكن هم غير محترفين السياسة، لأن هذا تخبط أخي الكريم. حينما أنت ترضي يمين متطرف يستفز المسلمين ويشعل حروب، يعني انظر ما حدث في مخيم شعفاط، هذا الشاب الذي قام بالعملية هذا ليس اعتباطيا بل هي ردة فعل على ما يقوم به الاحتلال. أنا لا أدعو للعمليات، ولكن الفكرة تنحلل هذه العملية. لماذا يقوم بها شاب؟ لأنه المقدسيين والمرابطات يسحلون ويسحبون من شعرهم ويستفز على درجة من الاستفزاز الشباب المقدسي. فإذا الاحتلال يعيدنا إلى المربع الأول الأمني، كل ما ضغط على المخيم وضغط على المقدسيين لا يؤمن الجمهور الإسرائيلي، حتى لا يستطيع أن يؤمن، بل يخلق معارك جانبية ويشعل نيران أكثر ويشعل أوضاعا غير مستقرة أكثر، وهذا هو النتيجة. يعني الاحتلال لا يتخذ الدروس والعبر للأسف أخي الكريم. نعم، لا يستفيد الدروس والعبر، والشعب الفلسطيني المقدسي تحديدا مصر على أن تكون له بصمة واضحة وخاصة، وهو لا يسمح عند حد معين كما لاحظنا من الأحداث التي تفضلت بها، سواء أزمة البوابات الإلكترونية، باب الرحمة، باب العمود وغيرها من كل الهبات التي حصلت عند حد معين، لا يسمح للاحتلال يعني الاستفراد بالأقصى المبارك، رغم أنه ما في يعني عندهم أي إمكانيات، خلينا نقول إنما هي إمكانيات الصمود
في هذا المكان المبارك في دقيقة واحدة لو سمحت. أخي الكريم، إمكانيات الصمود وإمكانيات الإرادة. أي شعب تحت الاحتلال لديه إرادة ولديه إيمان بالنصر، إيمانا دينيا وعقائديا ووطنيا. كل الثورات السابقة من فيتنام إلى الجزائر، كل الثورات العربية والعالمية والإسلامية انتصرت بالإرادة. أخي الكريم، فالشعب الفلسطيني دوما وخاصة المقدسيين ينتصرون بإرادة إن شاء الله. أشكرك جزيلا دكتور أحمد الصفدي الباحث في الشأن المقدسي، كنت معنا من البلدة القديمة بالقدس المحتلة. شكرا لك وتحية لكم جميعا في البلدة القديمة وفي عموم مدينة القدس المحتلة. شكرا. نبقى معكم في القدس المحتلة في زهرة المدائن، نتعرف من خلال عرض هذا الفيديو على قطف ثمار الزيتون في هذا الموسم، فابقوا معنا. امبارح الهجمة الاستيطانية والمنشورات اللي نزلوها جمعية العاد تحت اسم أو تحت مسمى سلطة الطبيعة، أنهم يقوموا بجد الزيتون في أراضي وادي الربابة. إحنا ما بنعرف يعني أنه هذا المستوى الرخيص اللي وصلت له دولة الاحتلال أنها تدعي رعاياها أنه يسرقوا زيتون سكان الأرض الأصليين. إحنا فزعنا لأراضينا، أقمنا هذه الفعالية لجد زيتونات أراضينا. ممكن الإشي بلشنا فيه قبل موعده بأسبوعين لعشرة أيام، من عشرة أيام لأسبوعين، لكن إحنا قمنا بهاي الخطوة الاستباقية مش خوف أنهم ينزلوا يجدوا الزيتون من أراضينا. إحنا لو نزلوا وإحنا بدون علم أنهم في أراضينا وعرفنا أنهم بجدوا في زيتون أرضنا كان وقفناهم عند حدهم وكان واجهناهم مواجهات عنيفة جدا، مواجهات أكبر مما هم بتوقعوا. سلطة الطبيعة بتنشر على الصحف العبرية وبتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبتدعي الجمهور، بتدعي الجمهور المستوطنين الإسرائيليين، بتدعيهم على إجداد الزيتون في أراضينا، أنهم يجوا يجدوا زيتون في أراضينا. يعني بكل وقاحة وبكل نذالة وبكل سقاطة بسرقوا أراضينا وبسرقوا الزيتون، وعمالهم بغيروا معالم أراضينا. تم تغيير معالم أراضينا في بلدة سلوان في حي وادي الربابة. احنا جينا اليوم ندعي المستوطنين بدهم ينزلوا كم من يوم، الزيتون هذا بدهم يجدوه، بدهم يقطفوه، وهذا الزيتون مش لهم، هذا الزيتون زيتوننا. معنا سيدي الله يطول في عمره 97 سنة عمره، اجى معنا على الارض، قضى طول حياته في الارض، وجيل بيسلم جيل، والأرض هذه مش راحين نطلع منها إن شاء الله إلا عبهورنا. إحنا استبقنا هذا الأمور بس للحفاظ على أولادنا. إحنا ما حبينا أن نفوت معهم باشتباك، الخاسر الأول والأخير إحنا. إذا ضربناهم إحنا خسرانين ورايحين على سجون، وإذا تعرضوا لنا بالأذى لأنهم هم محميين بشرطة الاحتلال وبجيش الدفاع اللي مبارح كان متطوعين جيش الدفاع هم اللي يسرقوا في زيتونات الأرض اللي كانوا يشتغلوا فيها مبارح. إحنا مبارح وقفناهم واستبقنا الأمور، واليوم نزلنا لنجد زيتوننا في أراضينا حفاظاً على أرضنا وحفاظاً على سلامة أولادنا في الأيام الجاي. حابين نوفرهم لفعاليات أقوى وأكبر إن شاء الله. في ذاكرة فلسطين بهذا الأسبوع نتعرف على شخصية هذا الرجل محمد أبو هدوان، الفدائي المطارد الأسير والشهيد بإذن الله، فابقوا معنا. الفدائي المطارد الأسير الشهيد محمد أبو هدوان. ولد محمد حسن أبو هدوان عام 1945 في مدينة القدس المحتلة، وفيها نشأ وترعرع وتزوج وأصبح أباً لثمانية أبناء،
وبين حياته الشخصية وعمله لم يغفل أبو هدوان عن واجبه الوطني ولم يستسلم لواقع الاحتلال، فبحث عن رفاق للدرب يشاركونه الطريق وأسس خلية فدائية في قلب القدس المحتلة مطلع ثمانينيات القرن الماضي. أقدم أبو هدوان ورفاقه على مداهمة شقة لمجموعة من مستوطني الاحتلال من الجمعيات الاستيطانية العاملة على تهويد المدينة المقدسة، وخاض مع رفاقه اشتباكاً انتهى بسقوط المستوطنين صرعى في قلب العاصمة المحتلة. اعتقلت قوات الاحتلال محمد عام 1985 وتعرض لتحقيق قاس على يد أفراد مخابرات العدو لإرغامه على الاعتراف قبل أن يحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة، وتنقل بين سجن وآخر ليكون القائد والمعلم لإخوانه الأسرى. تعرض أبو هدوان لانتكاسات صحية مختلفة جراء ممارسات الاحتلال بحقه في التحقيق، ومع تقدمه في السن حولته سلطات السجون إلى مسلخ عيادة سجن الرملة التي أقام فيها شهوراً طويلة مقيد اليدين والرجلين. ماطل الاحتلال في تقديم العلاج للفدائي الأسير، ومع تدهور وضعه الصحي تماماً وافق على نقله إلى مستشفى خارجي للعلاج، والتي فاضت فيه روحه وارتقى شهيداً مكبل اليدين والأقدام بتاريخ 14 تشرين الثاني العام 2004، ليقرر الاحتلال احتجاز جثمانه قبل أن يفرج عنه لاحقاً، لتشيعه مدينة القدس وأهلها بجنازة وطنية مهيبة. العظماء لا يرحلون، بل يخلدهم التاريخ. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. شكرا لكم على طيب المتابعة، شكرا لفريق العمل. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.